فيديو لدكتور مصري، بصراحة أنا فخور جدا بمعرفتي بيه أولا. ثانيا، إحنا الدكتور قدر يضم مجموعة من أكبر دكاترة على مستوى العالم من ألمانيا وإنجلترا وأمريكا والسويد وغيرهم في جميع المجالات والتخصصات. عايزين نعرف من حضرتك بالتفصيل إيه هي فكرة تطبيق كونزلمد وهاشتاج استشارتك في ألمانيا. طيب، اولا شركه كونزلمد دي شركه المانيه، المقر الرئيسي ليها في فرانكفورت، وحاليا احنا بدانا في السوق المصري، بقالنا حوالي 6 شهور متواجدين، واحنا لينا مكان حاليا في مصر. انا عايز اقول لحضرتك ان من خلال التطبيق الخاص بكونزلمد ومن عن طريق البلاتفورم هيقدر المريض يتواصل مع افضل الخبراء من المانيا ومن سويسرا. ده معناه ان المريض لو حمل التطبيق الخاص بكونزلمد وفتح البلاتفورم الخاص بكونزلمد، مجرد بس يكتب في جوجل كونزلمد سواء كان بالعربي او بالانجليزي، هيلاقي الويب سايت بتاعنا بلاتفورم كونزلمد.com. هيدخل هيلاقي فيه اكتر من 32 تخصص فرع سب سبيشاليتي. هيدخل جوه التخصص هيلاقي فيه الاطباء الموجودين هم حصرا في دوله المانيا، سويسرا، انجلترا، امريكا. الفكره كلها بدات في البدايه ان احنا في فتره كورونا حبينا نوصل ما بين المرضى في الوطن العربي وما بين الدكاتره، الناس اللي هم رؤساء الاقسام وناس سينيور كونسلتنت، ناس بروفيسور في جامعات في المانيا. لكن بدات تيجي لنا طلبات ثانيه من الدكاتره في انجلترا وفي سويسرا، وبدانا كمان ندخل اطباء من امريكا بحيث ان المريض يكون قدامه اقصى استفاده، ويقدر كمان يكون قدامه عدد كبير من الدكاتره. بمعنى ان المريض لو دخل على البلاتفورم هيلاقي فيه اكتر من كذا تخصص فرع، لو اختار تخصص ما هيلاقي فيه دكاتره كتير، وليكن سي مثلا تخصص زي مثلا جراحه العمود الفقري، هيلاقي فيه عنده دكاتره من المانيا، هيلاقي فيه كمان دكاتره من سويسرا، هيلاقي فيه دكاتره من انجلترا، هيلاقي فيه كمان دكاتره من امريكا. اهم حاجه بالنسبه لنا الكواليتي، ان الدكاتره الموجودين كلهم ناس هم رؤساء اقسام. بعد كده المريض هيبدأ يشوف الدرجة العلمية بتاعت الطبيب، يعني هيكون قدامه مثلا لستة ما فيها 10 دكاترة ما بين ألمانيا، سويسرا، انجلترا، أمريكا. هيبدأ يختار الطبيب اللي هو عايزه على حسب اللغة، على حسب السب سبيشاليتي، على حسب الحاجة اللي هو محتاجها. هيفتح يعني موجود في التخصص الواحد أكتر من دكتور. تمام، ده حقيقي. احنا في عندنا طبعا فرايت، انا زي ما قلت لحضرتك احنا في عندنا كده كونسبت كبير في كونزلمد، ان الدكاتره اللي موجودين معانا هم سينيور كونسلتنت، هم هيد اوف ديبارتمنت، هم بروفيسورين في جامعات المانيا، سويسرا، انجلترا، امريكا. حاليا كمان بدانا ندخل اطباء من ايطاليا ومن فرنسا، لكن طبعا احنا اهم حاجه بالنسبه لنا الكواليتي. الناس اللي موجوده دي كلهم ناس على قدر عالي، على مستوى عالي جدا، بحيث ان نقدر نفيد المريض ويقدر يستفاد اقصى استفاده ممكنه. بعد كده هيبدا المريض يشوف البروفايل بتاع الطبيب، هيقرا الوظيفه الحاليه عنده. طبعا الموقع بثلاث لغات، يعني المريض اللي مثلا الانجليزي في صعوبه شويه، فهيحول موقع بالعربي، هيلاقي ان الوظيفه الحاليه بتاعه الطبيب، الراجل ده الدكتور ده شغال رئيس قسم في مجال كذا. او الفكره كمان ان الموقع موجود بثلاث لغات، لكن طبعا معظم الدكاتره بيتكلموا لغات مختلفه. في كمان دكاتره مصريين موجودين، الناس اللي سافرت والناس اللي حاليا دلوقتي هم رؤساء اقسام في طبعا اكبر مستشفيات وطبعا اكبر مراكز في المانيا وسويسرا. احنا بسهوله جدا نقدر نتواصل معاهم، والحاجه كويسه جدا ان هو بيتكلم نفس اللغه العربيه، احنا مش محتاجين مترجم او مش هيكون في صعوبه. ان انا مجرد ما بفتح التطبيق بختار طبيب من المانيا، بختار طبيب في التخصص اللي انا عايزه، بفتح بشوف نوعيه الاستشاره اللي انا عايز اعملها معاه، سواء كانت استشاره كتابيه او فيديو. كتابيه معناها ان انا بكتب الشكوى بتاعتي كامله، برفع الملفات، برفع الصور، ملفات الصور يعني زي التحاليل الطبيه، زي صور الاشعاعات وهكذا. الحاجات دي بتروح للطبيب على لوحه التحكم، الطبيب بيطلع عليها. لو هي كامله بيكتب تقرير مفصل للمريض، بحيث ان المريض بعد كده يمشي في اتجاه هو عارف الاتجاه اللي هو هيمشي فيه. يعني معايا ان احنا في طبعا بعض المرضى الكتير اللي لفت، واحنا فعلا محتاجين ان احنا نعمل سبوت على النقطه دي، ان المريض بياخد تقرير مفصل بيقدر بعدها يتحرك في الاتجاه الصحيح. بعد كده لو الصوره مش كامله، الطبيب بيطلب حاجه، بيطلب تحاليل، بيطلب اشعاعات، المريض بيعملها وبيرجع تاني يبعتها للطبيب، لعند ما في النهايه الطبيب يشوف ان الصوره بيعرف، بيقدر يرجع له هو نفس الدكتور اللي تابع معاه الحاله من الاول. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، هو على التطبيق وعلى الموقع مجرد ما المريض يسجل اسمه وسجل بياناته بيكتب التاريخ المرضي بتاعه كامله، بحيث ان الدكتور لما يدخل يشوف التاريخ المرضي، ان المريض ده عنده الضغط، عنده السكر، عنده بياخد يعني. المريض بيسجل الداتا بتاعته كامله، بحيث ان الطبيب لما يدخل يلاقي ان الداتا بتاعته موجوده.
تمام، دي نقطة مهمة جدا. وفي كمان إن الاستشارة بتفضل موجودة، يعني الاستشارة المريض بيقدر يرجع للاستشارة طول الوقت طالما هو ما وصلوش تقرير من الطبيب. هو لازم يوصل له تقرير من الطبيب عشان خاطر نقفل الاستشارة وتبقى كده الاستشارة انتهت. تمام. في نوع تاني من الاستشارات هو استشارة فيديو، زي ما أنا بكلم حضرتك دلوقتي. حضرتك عارف في سبب كورونا والتقدم العلمي حاليا دلوقتي بقى الترند هو التلي ميدسن، هو الاستشارات عبر النت عبر الفيديو. هو ده الجديد بقى، هو ده التطور، ان ممكن المريض حاليا من خلال تطبيق التليفون، من خلال الكمبيوتر. زي ما انا بكلم حضرتك اتكلم مع رئيس قسم في المانيا، في سويسرا، في انجلترا، في امريكا. ده احنا محتاجين فعلا نوبتمايز الميديكال سيرفيس اللي احنا بنقدمها للمريض. اننا دلوقتي المريض بيكون من نظام صحي عالمي، انت مش محتاج انك تسافر المانيا عشان تقعد قدام خبير، او انك انت تقعد قدام مثلا رئيس قسم. انت مجرد ما تحمل التطبيق بتحجز ميعاد مع الخبير وبتتكلم معاه فيديو. دي خدمه جديده موجهه لطبعا اهالينا والمرضى في مصر وفي الوطن العربي. احنا عندنا كمان ان انت ممكن تقدر تتابع الدكتور اللي انت عايزه من بره مصر في فيديو كول، او بتبعت له البيانات بتاعت المرض بتاعك على الابلكيشن. تمام، ده حقيقي فعلا. وده بيوصل معانا للنقطه الثانيه، وهي التريتمنت ان جيرماني. ان في بعض المرضى فعلا محتاجه تدخلات جراحيه معينه، دي بتتعمل في المانيا او في سويسرا، فالسفر بيكون عن طريق كونزيمت، بنوفرها طبعا لاهالينا. يعني كمان الابلكيشن بيوفر فكره السفر، ان لو المريض حب يسافر بره المانيا او سويسرا يعمل عمليات. في بعض المرضى بيحب ان هو يعني بعض التدخلات الجراحيه بتتعمل هنا في المانيا وفي سويسرا، فالمريض عن طريق كونزل ميد بيسافر، بنوفر له الفاسيلتيز كلها، بنساعده في كل الاجراءات من البدايه لعند النهايه. وعندنا كمان خدمه ثالثه هي الفيستنج اكسبرت بروجرام، انه ممكن كمان الخبير اللي موجود على البلاتفورم ينزل مصر يعمل عمليات المعقده. ده اللي احنا بنحاول نوجهوا بيها السياحة العلاجية في مصر، ان احنا الخبراء اللي موجودين دول ينزلوا المستشفيات عندنا في مصر ويبدأوا يعملوا العمليات. حتى ده في حد ذاته بيوفر على المريض فكرة واجهاد السفر والتعب اللي المريض بيواجهه من بداية يعني من بداية الفيزا لعند السفر. بالنسبة لمرضى كتير دي حاجة جديدة، ان هو سافر بره بلد اجنبية ما بتكلمش لغة. طب احنا هنجيب لك الخبير اللي عند مصر يعمل لك العملية وانت قاعد في البيت. فدي طبعا خدمة جديدة جدا. طب بالنسبة بقى دكتور للدكاترة المصريين، هل في إمكانية إن أنت تضيفهم في الأبليكيشن، وهل في إمكانية إن هم يبقوا موجودين في الأبليكيشن ويبدأوا يعالجوا يعني هم اللي هم رؤساء الأقسام والناس والدكاترة اللي هم الكبار يعني؟ طيب احنا طبعا يعني زي ما قلت لحضرتك، احنا في البداية كان الفكرة كلها استشارتك من ألمانيا، إن احنا ان المريض يقدر يتواصل مع خبراء من المانيا ومن سويسرا. مجرد وجوده في البيت هيفتح التطبيق هيتكلم مع الخبراء في ثواني. لكن بدانا والحمد لله تعالى احنا عملنا لانش لكونزيل ميد ايجيبت. كونزيل ميد ايجيبت هنقدر نستقبل فيه طلبات من الدكاتره المصريين، من السينيور كونسلتنت هيلث ديبارتمنت والناس السبيشالست، ان هم يكونوا موجودين على التطبيق الخاص بكونزيل ميد، ان هم كمان يوفروا خدمه الاستشارات عبر النت للمرضى في الوطن العربي. وكمان فكره ان كونزل ميد انترناشونال بلاتفورم، فدي بتدي افضليه للدكاتره ان هو يكون موجود على انترناشونال بلاتفورم، ان هو مش هيجي له بس استشارات من كمان مرضى ناشونال في المحيط بتاعه، لا ده هيجي له كمان مرضى انترناشونال من كل حته في العالم. هيبقى طبعا موجود على كونزل ميد، ان هو هيكون موجود على بلاتفورم. احنا طبعا بنوفر السيستم كامل للطبيب، ويكون عنده لوحه تحكم محترمه جدا بيغير فيها كل حاجه هو محتاجها. الوظيفه الحاليه بيكتب فيها زي بيو صغير عنه كده، زي سيره ذاتيه عنه بيعمل فيها، بحيث ان المريض لما يقدر يدخل على بلاتفورم ويشوف البروفايل بتاع الطبيب بيقرا الكلام الموجود. ده بيكون ليه عامل كبير جدا ان المريض يختار الطبيب اللي يعمل معاه استشاره. لما يدخل يلاقي طبيب كاتب ان هو تخصص دقيق في مثلا وليكن في مناظير الركبه، في مناظير المفاصل عموما خاصه الركبه، فمريض عنده وجع في الركبه بقى مزمن، فهيدخل يعمل استشاره مع الطبيب ده. طبعا فتحنا الباب بندعم السياحه العلاجيه في مصر، ده اللي احنا محتاجين نعمل عليه سبوت الفتره الجايه. مصر من اكثر الدول باب تقديم للدكاتره وكمان للمستشفيات، لان احنا عندنا هدف وطني وهدف كبير جدا ان احنا ندعم السياحه العلاجيه. طب يا دكتور ممكن تقول لي سريعا الدكاتره تقدر تقدم ازاي من على الابلكيشن؟ طيب احنا طبعا من خلال يعني الدكاتره لو فتحت يعني لو كتب بس في جوجل كونزيل ميد او بالعربي او بالانجليزي، او كتب www.konzilmed.com
هلاقي ان في هتفتح له البلاتفورم في الهوم، هلاقي كده في فوق كده ايقونه اسمها بي ادكتور. هو مجرد ما يدوس عليها هيظهر له صفحه التسجيل، او ممكن يرسلنا عن طريق الميل الخاص بينا info@consulmed.com. احنا طبعا او حتى على صفحه الفيسبوك بتاعتنا، او حتى على صفحات السوشيال ميديا، مجرد الطبيب ما يبعت الابلكيشن بتاعه هيكون موجود معاه حد من التيم بتاعنا بيتناقش معاه، بحيث ان احنا نبدا نديله السيستم ونوفر له السيستم الخاص بكونزلمد يكون متوفر معاه في العياده عنده، يستقبل استشارات اونلاين فيديو عن طريق كونزلمد، هيكون موجود على التطبيق من خبراء من المانيا ومن سويسرا. طرق الدفع، المريض هيدفع على الابلكيشن ازاي علشان يقدر يتواصل مع الدكتور اللي اختاره في التخصص بتاعه؟ طيب انا زي ما قلت لحضرتك، طبعا احنا المريض اول ما يدخل على البلاتفورم هيختار تخصص، بعدها هيختار الطبيب، بعدها هيشوف الطبيب ده مناسب ليه من حسب اللغه، من حسب الخبره، عدد سنين الخبره، التخصص، بعدها بيبدا الاستشاره سواء كانت كتابيه او فيديو. الفيديو بيحجز قبلها، بيحجز الميعاد اللي هو مثلا نص ساعه يوم كذا في ميعاد كذا، او كتابيه ان هو بيبدا على طول. واول ما بيجي يبدا، اول ما بيجي يكتب الاستشاره ويرفع الملفات ويرفع الصور، بيديله بعدها وسيله الدفع على طول، ودي بتكون اما عن طريق البيبال او عن طريق الفيزا العاديه. يعني المريض مش محتاج ان هو مش صعبه، مش محتاج ان هو يلف كتير ويدور، هي هتصل على طول الفيزا حتى بالجنيه المصري، ممكن يدفع اي فيزا عاديه خالص، مجرد بس ما يدخل الرقم بتاعها هيدفع عن طريق بلاتفورم. طبعا حاجه طبعا سكيور 100%.